أهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم ربيع القلوب، والذي يأتيكم طيلة أيام الشهر الفضيل على قناة حضرموت الفضائية. مشاهدين الكرام، كل مؤلف إذا ألف كتابا يعتذر في بدايته إذا جانب الصواب أو أخطأ، إلا رب العزة جل في علاه، فإنه عندما بدأ كتابه قال: ذلك الكتاب لا ريب فيه، فجل ربنا تبارك وتعالى. مشاهدين الكرام، اسمحوا لي في بداية هذا اللقاء أن أرحب باسمكم بأعضاء لجنة التحكيم، فضيلة الشيخ الدكتور محمد مؤمن با مؤمن، وفضيلة الشيخ عبد الله علي بن قرموس، وفضيلة الشيخ علي أحمد بارجة. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مشايخنا الفضلاء. الآن مشاهدين الكرام، دعونا نتوجه مباشرة وإياكم لاستقبال أول المتسابقين معنا في هذه الحلقة. سيكون معنا المتسابق مرشد جمعان البكري. هيا بنا نتأمل. أهلا مرشد، كيف حالك؟ تمام إن شاء الله. مستعد للمنافسة والمسابقة؟ ستشترك في 10 أجزاء إن شاء الله، بالتوفيق إن شاء الله. إذن مشاهدينا، دعونا نبقى وإياكم مع المتسابق مرشد البكري، لكن بعد هذا الفاصل. في الود باق، فاز الكتاب وحامله، فاز الكتاب وحامله. نرحب بالمتسابق الأول لحلقة هذه الليلة، المتسابق مرشد جمعان خميس البكري، فأهلا وسهلا ومرحبا بك معنا في هذه الحلقة. والآن أتوجه إلى فضيلة الشيخ عبد الله لطرح السؤال الأول لحلقة هذه الليلة. نجدد الترحيب للمتسابق مرشد جمعان خميس البكري، ويبدأ بإذن الله عز وجل السؤال الأول. اقرأ من قوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. أحسنت وبارك الله فيك، جزاك الله خيرا.
أنتقل وإياكم إلى السؤال الثاني يضعه الشيخ علي. السؤال الثاني في هذه الحلقة يقول: اقرأ من قول الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. سبحان رب السماوات والأرض رب العالمين. سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم. وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون. أعد. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون. الله. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون. وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون. فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. أحسنت، بارك الله فيك. بارك الله فيك المتسابق مرشد جمعان على هذه التلاوة الندية المتأنية. الفقرة الآن روح الآيات. يقول الله عز وجل: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. استخرج من هذه الآيات اثنين مما ترشد إليه. أولا، مما ترشد إليه الآيات كراهة النجوى في الإسلام. أحسنت، بارك الله فيك. الثاني؟ ثانيا، استحباب التوسيع للغير في مجالس الخير والعلم.
أحسنت، بارك الله فيك وفتح الله عليك. في حفظه نجري سباق، فلود باق، فاز الكتاب وحامله، فاز الكتاب وحامله، فلود باق، فاز الكتاب وحامله، فاز الكتاب وحامله. إذن مشاهدينا الكرام، بعد أن استمعنا وإياكم إلى تلاوة وأداء المتسابق مرشد جمعان البكري، نتمنى له التوفيق. نستمع الآن إلى ملاحظات لجنة التحكيم يطرحها علينا فضيلة الشيخ الدكتور محمد. بارك الله فيك أخي عبد الله، حياكم الله. أما بالنسبة للملاحظات على تلاوة المتسابق مرشد، فجزا الله خيرا الطالب ابتداء على هذه التلاوة المتأنية الندية، والحقيقة أنه قد أوتي مزمارا من مزامير آل داود ما شاء الله. إن كان ثمة ملاحظة فإنه يقصر أحيانا في المدود وأيضا في زمن الغنة، ولعل هذا نتيجة للرهبة، وأسأل الله عز وجل له التوفيق والسداد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بارك الله فيك فضيلة الشيخ الدكتور محمد على هذه الملاحظات، وإن شاء الله يستفيد منها المتسابق مرشد، ونسأل الله أن يكون له من اسمه نصيب وأن يرشد إلى سبل النجاح والتوفيق إن شاء الله. شكرا لك مرشد، ونتمنى لك التوفيق إن شاء الله. الآن مشاهدينا الكرام، دعونا نستقبل وإياكم ثاني المشاركين معنا في هذه الليلة، المتسابق شعيب عبد القادر بشعيب. أهلا بشعيب، كيف حالك يا شعيب؟ تمام إن شاء الله، مستعد؟ إذن سنبقى مع لجنة التحكيم ومع المشاهدين، لكن بعد هذا الفاصل. مشاهدينا الكرام، فاصل، بعده نواصل تكرما، ابقوا معنا. فاز الكتاب وحامله، فاز الكتاب وحامله. نرحب بالمتسابق الثاني لحلقة هذه الليلة، المتسابق شعيب عبد القادر محمد بشعيب. أسأل الله لك التوفيق في هذه الحلقة، والآن أتوجه مباشرة إلى فضيلة الشيخ عبد الله لطرح السؤال الأول على المتسابق. نجدد الترحيب المتسابق شعيب عبد القادر بشعيب، ونكون بإذن الله عز وجل مع السؤال الأول. اقرأ من قوله تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو، بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. أدخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب، يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وأنتم فيها خالدون. وتلك الجنة التي أورثتم
أخذتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. أحسنت وبارك الله فيك، جزاك الله خيرا على هذه التلاوة العطيرة. نبقى إن شاء الله مع السؤال الثاني ومع الشيخ علي. السؤال الثاني، اقرأ من قول الله تبارك وتعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. أحسنت، بارك الله فيك. ما شاء الله ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. أشكرك على هذه التلاوة المحققة والمرتلة. أما الآن فالفقرة فقرة روح الآيات. يقول الله تبارك وتعالى: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. استخرج اثنين مما ترشد إليه هذه الآيات. ترشد هذه الآيات إلى أن من صفات أهل الجنة التقوى والإحسان والصدقة والتفكر. أحسنت، بارك الله فيك. كذلك ترشد إلى بيان فضيلة قيام الليل والاستغفار في وقت السحر. أحسنت، وفتح الله عليك، جعلنا الله وإياك من المستغفرين بالأسحار. حفظه نجري سباق في الدباق فاز الكتاب وحامله فاز الكتاب وحامله.
عدنا إليكم من جديد مشاهدين الكرام. ما شاء الله تبارك الله على هذه التلاوة، تلاوة المتسابق شعيب باشعيب. نتمنى له التوفيق في هذه المرحلة وفي هذه المسابقة. الآن ننتقل إلى رئيس لجنة التحكيم لنستعرض أبرز ملاحظاتهم إن وجدت على تلاوة المتسابق شعيب باشعيب. أحسنت، بارك الله فيك أخي عبد الله. الله، أهلا وسهلا، وجزا الله خيرا المتسابق شعيب على هذه القراءة والتلاوة المتأنية. ونحن بالتأكيد في لجنة التحكيم لا نملك إلا أن نشكر المتسابق على هذه التلاوة، ما شاء الله، فقد كانت تلاوة موفقة، جزاه الله خيرا. صحيح، كلنا لاحظنا هذه التلاوة ما شاء الله المتأنية. نتمنى له التوفيق، وكذلك أيضا تمنياتنا لبقية المشاركين معنا في هذه المسابقة. إذن شكرا لك المتسابق شعيب، ونتمنى لك التوفيق إن شاء الله. الآن مشاهدينا الكرام نبقى وإياكم لنستقبل ثالث وآخر المشاركين معنا في هذه الليلة، المتسابق شافي أحمد بن دور. أهلا بشافي، كيف حالك؟ تمام إن شاء الله، مستعد للمسابقة إن شاء الله. إذن مشاهدينا الكرام نترك المتسابق شافي مع لجنة التحكيم، لكن بعد هذا الفاصل. في الدباب فاز الكتاب وحامله، فاز الكتاب وحامله. نرحب بالمتسابق الثالث لحلقة هذه الليلة، المتسابق شافي أحمد بن محمد بن دهر. فأهلا وسهلا ومرحبا بك معنا في هذه الحلقة. والآن أتوجه مباشرة إلى فضيلة الشيخ عبد الله لطرح السؤال الأول على المتسابق. نجدد ترحيبا للمتسابق شافي أحمد محمد بن دهر، ونكون بإذن الله عز وجل مع السؤال الأول. اقرأ من قوله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. وكذلك أنزلنا إليك الكتاب، فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به، ومن هؤلاء من يؤمن به، وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. أحسنت وبارك الله فيك، جزاك الله خيرا على هذه التلاوة. نبقى إن شاء الله مع السؤال الثاني ومع الشيخ علي، فليتفضل. السؤال الثاني يقول: اقرأ من قول الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم
يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. أحسنت، بارك الله فيك. بارك الله فيك على هذه التلاوة الطيبة الندية. الفقرة التالية هي فقرة روح الآيات، سأقرأ عليك بعض الآيات ومن ثم استخرج اثنين مما ترشد إليه هذه الآيات. يقول الله تبارك وتعالى: قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. أترشد إليه الآيات: واحد، اللجوء إلى الله واستمداد القوة منه، خلق من أخلاق الأنبياء والدعاء. أحسنت، بارك الله فيك. الثاني إرشاد الدعاء إلى تنويع الأسلوب في الدعوة إلى الله. أحسنت، بارك الله فيك وفتح الله عليك. فاز الكتاب وحامله. عدنا إليكم مجددا مشاهدين الكرام، واستمعنا خاشعين منصتين إلى تلاوة المتسابق شافي أحمد بن دهر، نتمنى له التوفيق ولبقية المشاركين معنا في هذه الحلقة. الآن نبقى مع رئيس اللجنة لاستعراض ملاحظاتهم على تلاوة المتسابق شافي بن دهر. شكر الله لك أخي عبد الله، حياكم. أبرز الملاحظات على تلاوة المتسابق شافي أنه يقلقل الحرف المهموس. فمثلا يقرأ قوله تعالى: وما كنت تتلو، الصواب أن يقرأ تتلو، فلا يقلقل الحرف المهموس. كذلك أيضا الذال في قوله تعالى: فإذ لم تفعلوا، قرأها فإذا لم تفعلوا، جعل قلقلة مكان الهمس. وأما بقية التلاوة
فهي جيدة وبالله التوفيق. جزاك الله خير. دعنا نستفيد من تواجدك أيضا دكتور محمد. نعم. نوضح للسادة المشاهدين ما هي أحرف أو حروف الهمس. حروف الهمس يجمعها قول الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى: مهموسها فحثه شخص سكت، وأعددها عشر أحرف. أحرف. نعم، عشرة أحرف هي مجموع حروف الهمس. جمعها الإمام الجزري بقوله: فحثه شخص سكت. شكرا لك فضيلة الشيخ الدكتور محمد على هذه المعلومات، نسأل الله أن يزيدك علما إن شاء الله ورفعة. آمين. اللهم وإيه. آمين. إذن هذه هي ملاحظات لجنة التحكيم لك أخي شافي، نتمنى منك أخذها بعين الاعتبار حتى تتم الاستفادة إن شاء الله منها فيما إذا تأهلت معنا إلى مراحل متقدمة من عمر هذه المسابقة. الآن نطلب من المتسابق شافي أحمد بن دهر التوجه إلى منصة إعلان النتيجة، كما أيضا ندعو المتسابقين مرشد جمعان البكري وشعيب عبد القادر باشعيب التفضل أيضا والتكرم بالصعود إلى منصة إعلان النتيجة ليتسنى للجنة التحكيم استعراض نتيجة هذه الليلة. حياك الله أخي عبد الله. بعد أن استمتعنا بهذه الحلقة كانت النتيجة على النحو التالي: المتسابق مرشد جمعان خميس البكري حصل في الحفظ على 48 درجة وثلاثة أرباع درجة، وفي التلاوة على 39 درجة ونصف الدرجة، وأما في روح الآيات فقد حصل على 10 درجات، ويكون المجموع 98 درجة ونصف الدرجة. أما المتسابق الثاني شعيب عبد القادر محمد باشعيب حصل في الحفظ على 50 درجة، وفي التلاوة على 40 درجة، وفي روح الآيات على 10 درجات، ويكون المجموع 100 درجة. ما شاء الله. أما المتسابق الثالث شافي أحمد محمد بن دهر فقد حصل في الحفظ على 49 درجة، وفي التلاوة على 39 درجة، وفي روح الآيات على 10 درجات، ويكون المجموع 98 درجة. وبهذا يكون المتأهل معنا في هذه الحلقة هو المتسابق شعيب عبد القادر محمد باشعيب، أسأل الله له التوفيق والسداد والنجاح بإذن الله. آمين. ونحن بدورنا أيضا فضيلة الشيخ دكتور محمد نبارك للمتأهل معنا إلى المراحل المتقدمة من عمر هذه المسابقة وهذا البرنامج، وبطبيعة الحال نشكر المتسابقين الآخرين. هكذا طبيعة المسابقة، ولا يوجد خاسر مع القرآن الكريم بطبيعة الحال، لكن هذه طبيعة المسابقات والمنافسات. نشكر المتسابق مرشد جمعان خميس البكري على هذه المشاركة المتميزة، ونقدم له هذه الشهادة، شهادة مشاركة من إدارة القناة أيضا والجمعية المنفذة لهذا البرنامج والقائمة عليه. كذلك هناك هدية رمزية نتيجة مشاركتك في هذا البرنامج، نتمنى لك إن شاء الله التوفيق في منافسات ومشاركات قادمة. شكرا لك. كذلك مشاهدينا الكرام نكرم المتسابق شافي أحمد بن دهر على هذه المشاركة المتميزة، نتمنى له التوفيق في منافسات قادمة. أما المتسابق والمتنافس شعيب عبد القادر باشعيب فسنرجو ونؤخر شهادته إن شاء الله إلى نهاية البرنامج، ونأمل أن نراه أحد المتأهلين معنا والحاصلين على الجوائز المتقدمة والجوائز الأولى في هذا البرنامج. إلى هنا نكون مشاهدين الكرام قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة، غدا يتجدد اللقاء بكم بإذن الله تعالى، حتى الملتقى نترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنت الربيع يا حاوي الذكر البديع، جاء الجميع يتدارسون فضائله، طب القلوب يا مرهما يشفي الكروب، عبر الدروب هيا بنا نتأمل، غرد يا صاح رتل مساء أو صباح، تلقى انشراح
تغشاك خير جمائله نادوا الرفاق في حفظه نجري سباق في الود باق فاز الكتاب وحامله فاز الكتاب وحامله.